بدأ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحدث المشترك ما بين مؤسسة الباحثين السودانيين ورابطة محترفي تقنية المعلومات والاتصالات السودانيين في دولة قطر. وبالنسبة للناس الموجودين في الباحثين السودانيين، بيكونوا عارفين الأهداف بتاعت الباحثين السودانيين، لكن معظم الناس ما بيكونوا عارفين مثلا رابطة محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحديدا الناس الموجودين برا. هي رابطة مختصة بالناس المحترفين في المجالين، المعلومات تكنولوجيا المعلومات، تقنية المعلومات والاتصالات. والأهداف بتاعتها رفع المستوى العلمي والمهني لمتخصص تقنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من السودانيين المقيمين بقطر. الشروط بتاعت العضوية بتاعتها إنه الزول يكون مقيم في قطر، وفي أنشطة كثيرة بتشجع الأنشطة العلمية والتقنية، وهنا بتتقاطع مع مؤسسة الباحثين السودانيين، بتعقد الندوات والمؤتمرات، وبتسعى لتوطيد العلاقات مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة في قطر والسودان بما يخدم مصالح الطرفين. بتشارك في الفعاليات والمنتديات ذات الصلة في قطر والسودان. بتنشئ قاعدة بيانات ومعلومات للأعضاء والشركات ذات الصلة. تستفيد من الكفاءات السودانية بدولة قطر بما يخدم أهداف الرابطة وتطويرها الدائم. بتساهم في تخطيط ودراسة حياة السودان المستقبلية للمشاريع التنموية في القطاعات ذات الصلة المختلفة. بتنمي روح الإخاء والتعاون والتكافل بين أعضاء الرابطة والعمل على تطوير أوضاعهم. بتشجع المبادرات الثقافية والاجتماعية وما يتفق أهداف الرابطة. بتأسس شراكات واتفاقيات مع القطاعات المختلفة بما يمنح ميزات تفضيلية لأعضاء الرابطة بالسودان أو قطر أو أي مكان آخر بما يتفق أهداف الرابطة. بتشجع الأنشطة الرياضية والثقافية لأعضاء الرابطة. دي الأهداف بتاعت اللي هي السودانيز اي سي تي بروفيشنالز اسوسيشن ان قطر، ان شورت سي باك، ده الابريفيشن بتاعه. وهنخد الرابط بتاع المجموعه، ندعو الجميع انهم يعملوا يعني لايك للصفحه بتاعت سي باك، هيكون موجود في الزوم هنا ده، وكذلك موجود في البث المباشر عبر مجموعه الباحثين السودانيين. موضوع اليوم يا اخواننا موضوع مهم جدا جدا، اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن والنتورك ترانسفورميشن. معظم الناس ممكن تكون سمعت بالديجيتال ترانسفورميشن اللي هو التحول الرقمي، كل الناس متجهه في اتجاه التحول الرقمي. التحول الشبكي كده فيه المختص دكتور احمد عبد العزيز، اللي هو خبير الشبكات المفتوحه والشبكات المعرفه للبرمجه او السوفت وير ديفايند نتوركس، وهو قائد مجموعه اي تيم في سفير منظمه الاوبن نتوركس فاونديشن وهنا في الشرق الاوسط، وهو استاذ جامعي، استاذ مساعد لعلوم الحاسب الالي، وعمل الدكتوراه في ماليزيا. هو دكتور احمد يعني ساهم في الكثير من المشاريع مفتوحة المصدر في مجال الشبكات، وساعد الكثير من الشركات على التحول من أنظمة الشبكات التقليدية إلى الشبكات المرنة القابلة للبرمجة، وهو مدرب معتمد من المنظمة بتاعت ONF. دكتور أحمد قبل فترة بنتناقش كان بيتكلم عن مفهوم جديد تماما اسمه السيادة الرقمية، الديجيتال سوفرنتي. يعني لما العولمة والإنترنت كلها عبارة عن شبكات مفتوحة، سيرفرات، داتا سنترز بتكون قاعدة في دول تانية، البيانات ماشية من حتة لحتة، لكن ظهر مفهوم اسمه السيادة الرقمية. زي ما بقت في والله جيوغرافيكال باوندريز، هتكون في ديجيتال باوندريز. والكلام ده صراحة كلام مثير للاهتمام. أتمنى إنه الجميع يستمتع إن شاء الله بالمحاضرة دي مع دكتور أحمد، وكلنا أذان صاغية يا دكتور أحمد، تفضل. في البداية شكرا جزيلا لمجموعة الباحثين السودانيين ولرابطة محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السودانيين في دولة قطر، وشكر خاص لأخونا الدكتور أنور، دائما هو يعني صاحب مبادرات صراحة، وربنا يجعل المجهود ده كله إن شاء الله في ميزان الحسنات. والشكر أيضا للحضور من المهندسين والدكاترة، ونتمنى إن شاء الله الجلسة تكون جلسة مفيدة. يعني الجلسة هيكون فيها طابع بتاع نقاش أكثر من طابع بتاع إنه هو يكون في لكشر أو في يعني سيمينار. أنا هأدي يعني عملت لي شوية سلايدات كده عشان بس تساعد في المناقشة، لكن طبعا متأكد يعني
في مجال التحول الرقمي وحتى في مجال الشبكات، في ناس عندها باع كبير برضو، وإن شاء الله نستفيد من بعض، لأنه الهدف أصلا من الجلسات دي إنه الناس أول حاجة تستفيد من بعض، والواحد لو ربنا أكرمه بعلم، العلم ده لما تنفقه ربنا بيخلف عليك يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى إن الناس كلها تستفيد منه. طيب نبدأ المحاضرة هي عن التحول الرقمي والتحول الشبكي، وزي ما قال دكتور أنور التحول الرقمي هو ممكن ما يكون معروف لكل الناس، وهو مجال كبير جدا جدا، لكن أنا هتكلم عنه اليوم في زاوية بتاعت التحول الشبكي. والنتورك ترانسفورميشن برضه هو مصطلح جديد، وأطلقته شركة أنتل قبل سنتين، قالت إنه في تحول شبكي كبير جدا في مجال النتورك، في مجال التليكومونيكيشنز، وبالمناسبة عندها تو كورسز في كورسيرا، واحد اسمه نتورك ترانسفورميشن 1.1 ونتورك ترانسفورميشن 1.2. فأنا بنصح أي زول مهتم بمسألة الشبكات والاتصالات يحضر الدورات دي، لأنها مفيدة، بتكلم عن مستقبل الشبكات شكلها هيكون كيف، والتكنولوجيا الجديدة والبروجرامينز والتفاصيل الكثيرة دي، والسيرفيس بروفايدر كيف هيحصل ترانسفورميشن كبير جدا في البنية التحتية للشبكة بتاعته. السلايد دي محاور بسيطة بيتكلم عن التحول الرقمي والشبكات وعلاقته بالشبكات وتحدياته تحت التراديشنال نتورك. لما نقول تراديشنال نتورك انا بقصد الشبكه الان نحن بنستخدمها اليوم، هي بسموها التراديشنال نتورك، والنكست جنريشن نتورك هي الشبكه اللي هيطبق فيها مفهوم التحول الشبكي. هنتكلم عن التقنيات الخاصه بالتحول الشبكي، و نتكلم عن التحول الرقمي ومتطلبات الشبكة اللي هو الريكويرمنت من الشبكة، التحول الرقمي عايز شنو من النتورك بالتحديد. بعد ذاك بنتكلم عن التحول الشبكي ومصنعي الأجهزة اللي هو النتورك فيندور، سيسكو، هواوي، مثلا إريكسون، الشركات الكبيرة دي موقفها هيكون شنو من مسألة التحول الشبكي، والمسألة متجهة لوين إن شاء الله. برضه هتكون فيها نصائح برضه للناس اللي عايزين يمشوا في المجال ده، يعني الواحد ياخذ الدايركشن الصحيح، لانه الان في تحول كبير جدا جدا، حتى الناس اللي بيشتغلوا على مستوى البروفيشنال سيرتيفيكيت بيلقوا انه في تحول كبير جدا من الشركات زي سيسكو وهواوي ونوكيا، جددوا كثير جدا في السيرتيفيكيت بتاعتهم لانها تكون باتجاه بتاع البروجرامين والاوتوميشنز والاشياء هذه. بعد ذاك مصطلح التحول الرقمي وعلاقته بالسياده الرقميه، ومسألة السيادة الرقمية أنا هتكلم عنها من ناحية بتاعت infrastructure، ما من ناحية بتاعت اللي هو داتا و برايفسي بتاع الداتا، لأنه في كلام داير عن السيادة الرقمية يعني إنه مسألة السكيورتي في الداتا نفسها، فأنا ما بتكلم من الجانب، بتكلم عن السيادة الرقمية من ناحية control your own network والتحكم في الشبكة بتاعتك، فبيكون عندك سيادة أكتر. وفي جانب تاني بتاعت سكيورتي برضو هنناقشها إن شاء الله في السيادة الرقمية. بعد ذاك في تطور زي تاريخي، ويعني أنا كنت جزء منه، لأن أنا شغال في مجال الـ Software Defined Network من 2013، فمتابع التطور ده من ما هو بدأ تقريبا في 2008 إلى الآن 2022، واتجاهاته ماشية وين. إن شاء الله التطور ده برضو بيساعد الناس على إنها تتخذ الاتجاه الصحيح في مجال التقنيات المستقبل. بعد ذاك فوائد تبني تقنيات التحول الشبكي بالنسبة للمؤسسات، وفي النهاية هعرض مشروع اسمه إيثر. وإيثر هو تقريبا أول منصة مفتوحة المصدر من Open Network Foundation للبرايفت 5G، وهنتكلم برضو عن موضوع البرايفت 5G وليه الناس مؤسسات المفروض تتجه للبرايفت 5G اللي عايزين يطبقوا يعني ريال ديجيتال ترانسفورميشن. طيب بالنسبة للتحول الرقمي وعلاقته بالشبكات، الانتربرايز هو بصورة عامة نحن عندنا ثلاثة شبكات، عندنا شبكة الانتربرايز اللي هي الانتربرايز كمباني، أي شركة كبيرة عندها فروع داخل الدولة أو خارج الدولة دي يسموها الانتربرايز نتورك، زي شركات الشرطة والجيش والمؤسسات الحكومية في اليسار هنا، هذه الانتربرايز نتورك وداخلها في تفاصيل كثيرة.
عندنا الشبكة الثانية هي الأكسس نتورك، ودي شبكة بتكون مملوكة للسيرفيس بروفايدر أو التليكوم أوبريتر الموجود في الدولة المعنية مثلا، فبيسموها الأكسس نتورك. وعندنا على اليسار الكلاود نتورك، ودي خاصة بالببليك كلاود بروفايدر زي الأزور وجوجل و AWS وعلي بابا IBM، دي كلها ببليك كلاود فيها مجموعة من الخدمات. طيب إيش علاقة التحول الرقمي بالشبكات؟ الشبكات دي مرتبطة مع بعض ارتباط كبير جدا جدا. الأكسس نتورك وظيفتها إنها تسهل للإنتربرايز نتورك للوصول للكلاود سيرفيسز، لأنه التحول الرقمي معظم البلاتفورم الـ AI بلاتفورم والأشياء دي موجودة على الكلاود، فأنا محتاج لأكسس، والأكسس بيكون غالبا من خلال الإنترنت، الأجيال المختلفة بتاعت الإنترنت أو كيبل إنترنت أو فايبر إنترنت، بستخدم شبكات الوصول للوصول للخدمات، فهم مكملين لبعض. يعني الانتربرايز نتورك محتاجة جدا للأكسس نتورك، والأكسس نتورك ده البيزنس حقها، بتعمل فاسيليتيت للسيرفيسز والخدمات وتوصل الانتربرايز نتورك بالخدمات الموجودة في الكلاود، وبتعمل الكلاود برضو بيزنس، فهي يعني شبكات متكاملة مع بعضها البعض. ده علاقة التحول الرقمي بالشبكات، تمام؟ خلال العشر سنوات الماضية حصل re-architect للأكسس نتورك، يعني أعادوا صياغة طريقة شغولها ودخلوا تكنولوجيا كثيرة جدا داخل زي الـ SDN والـ NFV واستخدام الـ Cloud Native Tools للـ Automation، فحصل زي re-architect للأكسس نتورك، والـ re-architect ده انعكس على الكلاود وينعكس على الانتربرايز. فبقى برضو الانتربرايز بعد شوية حتتجه لأنها لازم يكون عندها سوليوشن بتاع SDN وكذا، فبدأت الفيندور اللي بيقدم سوليوشن للانتربرايز زي سيسكو وهواوي يقدم سوليوشن بتماشى مع الأكسس نتورك، والبروفايدر بتاع الأكسس نتورك اللي هو ريكسون والشركات الكبيرة ونوكيا برضو أيضا يقدموا حلول مبنية على الديس أجريجيشن وعلى البروغرامابيليتي والأوبن API، والناس الشغالين في المجال بيكونوا لاحظوا الحاجة دي. أيضا الكلاود نتورك بدوا الآن يرقوا في شبكتهم واستخدموا التكنولوجي اللي حصل بها re-architect في الأكسس نتورك. دي العلاقة الأساسية بين التحول الرقمي والشبكة. فالإنتربرايز اللي عايز تطبق تحول رقمي كامل محتاجة للكلاود، للسيرفيس الموجودة في الكلاود، محتاجة للاي اي بلاتفورم الموجودة في الكلاود. الطريقة الوحيدة لأنها تصل للبلاتفورم دي هي إنها تستخدم الأكسس نتورك. يمكن الناس شغالين الآن في الجيل الأول والجيل الثاني، حد ما وصل الجيل الخامس تكلموا عن الجيل السادس، بغرض توفير سعات عريضة تمكن الإنتربرايز نتورك للوصول للكلاود نتورك. ده اختصار مسألة التحول الرقمي من ناحية شبكة. طبعا التحول الرقمي هو موضوع كبير، يعني عنده علاقة بال الناس الشغالين في المؤسسة، فيها فريم ورك كثيرة جدا، لكن أنا بتكلم عنها من ناحية بتاعت نتورك أونلي. والنتورك حاجة أساسية جدا في المسألة دي، يعني من غير نتورك الناس بتكلم عن التحول الرقمي في الابليكيشن لير، إنه يكون في ابليكيشن ذكية ويكون في ابليكيشن فيها اي اي وابليكيشن فيها اي او تي وفيها فيرتشوال رياليتي اوجمنتد، ده مستوى بتاع ابليكيشنز، الابلكيشن تكون كيف، لكن انا بتكلم الان عن مستوى بتاع انفراستراكشر اللي هي حتشتغل على الابلكيشن. شو بعد شويه لما نيجي نتكلم عن الريكويرمنت بتاعت الابلكيشن دي في الشبكه بتصهر اهميه الشبكه. يعني انا ما بقدر اشغل مثلا ماشين ليرنينج فوق ريال تايم اي اي ده اي او تي ما لم يكون عندي ريسورس معين متوفر بتعلق بالليتنسي، بتعلق بالباندويز، بتعلق بالموبيليتي بتاعت الشبكه بتاعتي. فدي requirement بتاعت شبكة، إذا ما توفرت بيبقى الابليكيشن useless، ما منه فايدة. فالشبكات هي من العلوم الأساسية في مسألة التحول الرقمي، والمؤسسات المفروض تهتم بها اهتمام كبير وتجعل الأولوية في النهوض بالبنية التحتية للشبكة واستخدام التقنيات الحديثة. الشبكات دي كلها عندها مشاكل، يعني الشبكات التقليدية الآن الشغالة، حتى الشغلات الجيل الرابع LTE الآن محدثين فيه كلها فيها مشاكل، والمشاكل دي بتتعلق بالمعمارية بتاعت الشبكة نفسها، لأن الشبكات دي أخوانا من بدت والناس بدوا يستخدموها لهم 40 سنة تقريبا الاستخدام التجاري للشبكات دي ما فيها أي جديد. الشبكات دي قامت على ستاندر بتاع بروتوكولز TCP وبعض البروتوكولز،
وبدا ظهروا فيندر، والفيندر دول بيصنعوا اجهزه بتحل مشاكل حل جزئي، لكن ما كان في انوفيشن، ما كان في حل، ما كان في ري اركتكت لمساله الشبكات اللي هي بدات الان في مساله التحول الشبكي، اللي هو استخدام اشياء جديده وعمل ري اركتكت لطريقه البروسيس بتاعت الباكت في الشبكه، المانجمنت داخل الشبكه. اول مشكله انه الشبكات دي مشكلتها انها هي كلوز وفيندر نيتشرال، يعني الديفايس دي في النهايه مملوكه لشركه، والشركه هي اللي بتتحكم في الاوبريتنج سيستمز، وفي مشاكل كثيره جدا من ناحيه بتاعت سكيورتي، قد يكون في باك دور او غيره، في ناحيه بتاعت الكوست يستغلوك في انه في اقل ابديت انت محتاج انك انت تعمله، في تعطل في مساله الانوفيشن في خدمات الشبكه ذاتها، لانه البحوث لما بدات في جامعه ستانفورد كان الهدف منها انه تسريع الابتكار في خدمات الشبكه، يعني الراوتين والسويتشين دي المفروض يكون فيها انوفيشن مثلا، تكون بطريقه غير اللي هي موجوده الطريقه التقليديه. فالفيندر ناتشرال ديفايسز دي او البلاك بوكس دي بتعيق مساله الانوفيشنز، التكاليف اشكاليه كبيره جدا. المشكله الثانيه انه الديفايسز دي هي فيكسد فانكشنز. فيكسد فانكشن بمعنى انه الديفايس ده بيجي سبورت لفانكشن معينه، فانكشن اللي هي السيرفيس بتاعت الشبكه، الراوتين سويتشين مثلا، الفاير وول، لود بالانسنج، دي كلها عباره عن فانكشنز، وكل فانكشن مرتبطه ببروتوكولات معينه، هي فيكسد فانكشن. يعني انت اشتريت يعني من سيسكو راوتر، الراوتر ده عنده فيتشر معينه، انت ما بتقدر تغير في الفيتشر دي. كله حتى لو فتحوا عليك اي بي اي شيء، المهم انت في حدود الفيتشر دي. فهم بيدوك لاير كده بتاعت يعني كونفيجريشن فقط، اللي هو تعمل كونفيجريشن حسب الحوجه بتاعتك بتاعت الشبكه، لانه بيكون الاسكي بتاعها مصمم على بروتوكولات معينه. يعني مثلا عندهم سيريز معينه في السويتشات ما سبورت للفي اكس لان، انت ما حتقدر تخليها سبورت للفي اكس لان، لان هي اصلا من قامه الفيتشر دي ما موجوده فيها فيكس فانكشن، فانت اشتريت على كده، فبتضطر انك ثاني عشان تعمل ابجريد تغير الهاردوير. وبقت مساله الهاردوير في الداتا سنترز وفي في في الحته دي وصلت البيك، يعني الناس كل مره بتشتري، لكن ما في حل المشاكل حل جذري. ايضا من ناحيه بتاعه الديبلويمنت والمانجمنت هي ستاتيك ومانيوال كونفيجريشنز، بالرغم من انه الان جات تولز فيها اي بي اي بتقدر انت تعمل كونفيجريشن، لكن ستيل الفول اوتوميتد ديبلويمنت للانفراستراكشر صعب، الا انت تستخدم الكلاود نيتف والكوبرنيتس والاشياء هذه فيها الاوتوميشن، ودي واحده من التولز بتاعت النكست جنريشن نتورك. لكن لو مسكت سويتشات قديمه ما بتقدر تعمل فيها اللي هو الاوتو ديبلويمنت للانفراستراكشر بتاعتك، فهي بالطريقه مانيوال وستاتيك، والعمليه بتاعت الكونفجريشن قد تكون عرضه للخطا، عرضه للهاكن، ما فيها اوتوميشن. دي الثلاثه مشاكل اللي خلت العلماء في مجال الشبكات والاتصالات يفكروا في انه يكون في نيو واي لارتكتشر تحل المشاكل دي كلها. تمام. التحول الرقمي يعني عنده تعاريف كثيره، لكن اخر تعريف انا جبته من اي دبليو اس، عرفوا انه التحول الرقمي هي عمليه بتاعت ري ديزاين للانتاير نتوركس، سواء كان كلاود نتورك، وايد اريا نتورك، برانش نتورك اللي هو انتربرايز نتوركس، وحتى مساله السكيورتي انفراستراكشر حيحصل فيها ريديزاينز. تمام. والريديزاين ده حيستصعب معاه 3 تكنولوجيز او 3 ابروش في النيو نتورك ترانسفورميشن. الاول اللي هو الديس اجريجيشنز او الديكابل، اللي هو عمليه الفصل بين الكنترول بلين والداتا بلين، ودي اتطبقت تقريبا في كل النتورك فانكشن، حتى في الراديو اكسس نتورك الان الناس بيسمعوا بالاوبن ران والسي ران والاشياء دي كلها، هي عباره عن ديس اجريجيشن، فصل بين الديفايس وبين بين الهاردوير. تقنيات زي الاس دي ان والان اف في مبنيه على الديس اجريجيشنز. والتقنيه الثانيه هي استخدام الكلاود نيتف تولز زي الكونتينرز بكل انواعها وكوبرنيتس وكل الاوركستريشن اوبن شيف من 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 ريد هات، دي كلها كلاود نيتف تولز بتعمل اوتوميتد في الديبلويمنت، وبتعمل يعني اوتو سكيلابيلتي في النتورك بتاعتك. العامل الثالث اللي هو الاوبن سورس. المساله بتاعت النتورك ترانسفورميشن مبنيه على الاوبن سورس او على الاوبن نتورك. والاوبن نتورك هي استخدام تكنولوجيا مفتوحه المصدر، والناس الان في التكنولوجيا بصوره عامه كلهم يتجهوا للاوبن. والناس ممكن يشوفوا مايكروسوفت التنازلات اللي قدمتها خلال السنين الماضيه عن استخدام الاوبن سورس، بقت الان في الويندوز 11 هي تدعم الاوبنتو
يعني الأوبنتو موجود داخل الويندوز، وبقت الكور نتورك هي كروس بلاتفورم، بتشتغل على اللينكس بتشتغل على الويندوز، فمسألة الاحتكار يعني اتزاحت، وبيقوا الناس كلها يتجهوا ليه الأوبن، والمنافسة بقت بعد ده في الأوبن سورس سوفتوير. تبقى انت بعد ده البيزنس بتاعك في مسألة الانتجريشن في الأوبن سورس، لكن كون انت تعمل لك حاجة ناس اشتراها منك بقت المسألة دي بعيدة. حتى الشركات الكبيرة بدأت تتخلى عنها، حتى الحلول الآن الموجودة في الشبكات من ناس نوكيا وكذا هي بقول لك والله دي أوبن نتورك، حتى ديل الآن متبنية تكنولوجيا اسمها الأوبن نتورك. واضح؟ الشركات طبعا بتعمل لك مسألة API، وسعت في مسألة API وكذا، وخلت السوليوشنز يعني زي الكلاود بيس سيرفيسز. فانت مثلا زي الاي سي اي من سيسكو انت بتشتريه بيزك فانكشن، بعدك لو انت عايز اي حاجه عندك الاي بي اي ممكن انت تطوره براك خلاص، او تشوف الكوميونتي بتاع النت ديف اللي هم بيعملوا ابلكيشنز، او تشتري ابلكيشنز. لكن حصل تخفيض كبير جدا في التكاليف بتاع اللي هو انشاء الشبكات وتشغيل الشبكات في السوليوشن الخاص بالشركات نفسها باستخدام الاوبن سورس نتورك. نبدا نتكلم عن الثلاثه مفاهيم دي ونشوف الديس اجريجيشن ده حصل كيف. الديس اجريجيشن حصل اول شيء في الهاردوير نفسها، الراوترات والسويتشات، حصل ديس اجريجيشن، فصلوا بين الهاردوير نفسه وبين السوفتوير، وده في تو تكنولوجي اتطبقت فيها اللي هو الاس دي ان. اصلا بدا الاس دي ان اول فصل بين النتورك اوبريتنج سيستم وبين الديفايس نفسه، فبقى النتورك اوبريتنج سيستم هو سيرفيس بيشتغل على ستاندر سي بي يو اللي هو x86 سي بي يو عشان نستفيد من مساله الفيرشواليزيشن. هو اوبن سورس وعنده اوبن اي بي اي، اوبن بروتوكول اي بي اي زي اوبن فلو، وعندنا الهاردوير بقى هو فوروردنج ديفايس. ده خلى شنو؟ خلى انه يكون في عدد اللاعبين في مجال تصنيع الهاردوير كتير. يعني مساله خلاص مرقت، يعني انا اتوقع انه خلال العشر سنوات سيسكو وهواوي الموضوع ده بيمرق من يده. الان في شركات كثيره جدا بتصنع اجهزه على مفهوم الديس اجريجيشن، بتدق هاردوير قابل للبروجرامينز بسعر رخيص جدا جدا، انت بتمشي الجيت هاب او من اي شركه ثانيه تشتري الاوبريتنج سيستم. فممكن انت يكون عندك يعني سويتش انت مشتري مثلا من سيسكو، لكن الاوبريتنج سيستم مثلا من هواوي، وده برضه خلى مساله الانتجريشن في النتورك يكون سهل. فده مفهوم الديس اجريجيشن اللي اتطبق على الهاردوير. ايضا الديس اجريجيشن اتطبق على الراديو اكسس نتورك، وده دي النقله الثانيه الكبيره يا اخوان في مجال الاتصالات. زمان مجال الاتصالات ده مقفول على شركات معينه اللي هي الشركات الاوروبيه والشركات الامريكيه، وجات بعد ذاك هواوي زاحمتهم في الانفراستراكشر في الفايف جي، وبدات تصنع هي ذاتها تاور، وعارفين المشاكل السياسيه، وانه ترامب 2016 قال الناس دي والله بيعملوا باك دور، فوقف من بريطانيا الديبلويمنت بتاع ال 5G. خلال السنوات الماضيه بدا مفهوم الديس اجريجيشن يتطبق، حتى كونوا حاجه اسمها اوران يسموها الاوبن ران. الاوبن ران بتقول انه الديفايس الانتنة نفسها اللي هو الراديو يونت يفصلوها من الداتا يونت ومن الكنترول يونت، وتبقى دي للاثنين سوفت وير بتعمل لهم ديبلويمنت، ممكن يكون ديبلويمنت في الكلاود او عندك في الداتا سنتر، وبقى الديفايس اللي هو الراديو يونت ده تصنعه اي شركه، وفي اوبن اي بي اي بين الراديو يونت وبين الداتا يونت وبين الكنترول يونت. ده خفض طبعا التكاليف بتاعت انك يكون عندك يعني اللي هو الراديو اكسس نتورك، الديبلويمنت بتاعها هيسرعه وهيكون بتكاليف اقل، وده اللي خلى الناس الان تتجه للبرايفت 5G. يعني شوف هسه في البرايفت 5G الانتربرايز كمباني ممكن يكون عندها تيليكوم كمباني صغيره داخل الانتربرايز نتورك حقتها، لان بقت هي ما مكلفه. يعني زمان التور ده عشان انت تجيب تور وتغطي به مثلا مساحه بتاعت كيلو او 2 كيلو مثلا، دي كانت مكلفه جدا، الانتربرايز كمباني ما كانت بتقدر تعملها لانها فيها هاردوير وفيها سوفت وير وفيها مينتنانس، والشركات اللي بتصنعها شركات محدوده. لكن الان الراديو يونت بقت شركات كثيره جدا تصنعها باوبن اي بي اي والكنترول يونت، والداتا يونت متاحه في جيت هاب تعملها داونلود وتشتغل، وحتى لو اخذتها من شركه بيكون اسعارها اقل كثير جدا من السوليوشن اللي بيكون كامل. تمام، ده بالنسبه للديس اجريجيشن. بالنسبه للكلاود نيتف هي تولز
جديده اللي هو عندهم كلاود نيتف فاونديشنز، مؤسسه مسؤوله من الكلاود نيتف، اللي هو كلاود نيتف بيستخدموا الكونتينرز، الكونتينرز بيحطوا عليهم مايكرو سيرفيسز، بعد ذاك في اوركستريشن تولز زي كوبرنيتيس، وده ظهر شيء جديد اسمه الديف اوبس، وفي برضه النتورك ديف اوبس. في الديف اوبس بصوره عامه لعمليه الاتمته في الديبلويمنت للسيرفيس بتاعتك والاوتو سكيلز بالنسبه للانفراستراكشر بتاعتك. بالنسبه للاوبن سورس اللي هو الفاكتور الثالث، الاوبن سورس بالمناسبه في سوفت وير اوبن سورس وفي هارد وير اوبن سورس، ودي يمكن معلومات كثير ناس يعني خافيه منهم، انه في هارد وير اوبن سورس. ايوه في هارد وير اوبن سورس، وفي تو يعني فاونديشنز الان في العالم، واحده مسؤوله من السوفت الاوبن سورس هارد وير في مجال النتوركن، والثانيه مسؤوله من الاوبن سورس هارد وير في مجال النتوركن في مجال السيرفر. المشروع بتاع او سي بي اوبن كومبيوت بروجكت هو مشروع ريسبونسبل باي فيسبوك ومقره بريطانيا. هذا المشروع شغال على الاوبن سورس هاردوير، انه يكون عندك هاردوير انت تقدر يعني زي ما يقولوا تكيف حسب حوجتك انت، تمام. والاو ان اف اللي هو اوبن نتورك فاونديشن هي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، وهي الان تعتبر هي الاب الروحي للاوبن سورس نتورك، يعني الكونسبت والاشياء بتاعتها كلها مبنيه على الـ SDN، على الاوبن سورس، على مفهوم الديس اجريجيشنز. والاو ان اف بدات هي في 2011، لكن حقيقه اخواننا عندها اكثر من 18 مشروع، واخر دراسه لمشاريع اللي هي مشت على البرودكشن متوقعين في المستقبل، مشاريع الاو ان اف اكثر من 73 بليون دولار في كل التايب اوف ذا نتورك، في الران نتوركس، في مشاريع في الاس دي وان، في مشاريع، وكلها هي مشاريع اوبن سورس. وممكن اليوم نستعرض فيها مشروعين بتعلقوا بالتحول الرقمي اللي هو مشروع الايثر، وفي مشروع ثاني بيتعلق بالنتورك ترانسفورميشن اسمه بي 4. فالسنه الماضيه انا كنت عملت محاضره مع اتصالات في البحرين، وكان استضافوا الاو سي بي، جاء واحد من الاو سي بي وانا كنت ممثل للاو ان اف في المحاضره، تكلمنا عن الاوبن انفراستراكشر توورد ديجيتاليزيشن. والمحاضره الرابط بتاعها موجود ان شاء الله، ممكن الواحد يرسل لكم المساله دي لو فتشتوها في النت بتلقوها، لكن في السلايد الرابط موجود. المحاضره اللي تكلم فيها عن انه كيف انه الاوبن سورس هاردوير والاوبن سورس سوفت وير اللي هو النتورك حيغير التركيبه بتاعت الانفراستراكشر بتاعت التليكوم كمباني، وده كيف بيعمل اكسلريت للديجيتاليزيشن او تطبيق التحول الرقمي عند المؤسسات. الموضوع الثالث اللي هو التحول الرقمي ومتطلبات الشبكه. الصوره اللي قدامنا دي بتوضح الامبلمنتيشن بتاع التحول الرقمي. احنا عندنا ديل هنا اندستري اللي هو الانتربرايز نتورك بكل انواعه، الهيلث كير والفاكتوريز والهوسبيتالز، تمام. وعندنا هنا الديفايس والابلكيشنز، وعندنا انواع كثيره جدا من الابلكيشن، درون ابلكيشنز والفيرتشوال رياليتي والاجمنتد رياليتي ابلكيشن، اي او تي سنسر ابلكيشنز. بنلقى انه الابلكيشن دي كونكت سرو اللي هو الاكسس نتورك، سواء كان بالواي فاي او بالراديو اكسس نتورك، مع الكلاود او مع الايدج كلاود. مفهوم الايدج كلاود جاء عشان مساله الريسبون تايم وكده. فبنلقى انه كل نوع من انواع الابلكيشنز بيتطلب ريكويرمنت معينه من الشبكه، اذا ما توفرت الريكويرمنت دي من الشبكه احنا ما بنقدر نطبق الحاجه. يعني مثلا عشان انا اطبق درونز محتاج في الشبكه بتاعتي انه يكون عندي شبكه تقدر توفر لي يعني 24 hours 10 ملي سكند ديلي مع باند ويز بتاعت 20 ميجا بت بير سكند، وتتيح لي الفول موبيليتي لانها الدرون بتكون متحركه. فانا محتاج لشبكه توفر لي الحاجه دي. اذا انا ما لقيت شبكه توفر لي الحاجه دي انا ما بقدر اطبق يعني انظمه بتاعت الدرون. يعني انا بتكلم عن اللي بسموها الكريتيكال ميشن ابلكيشن، اللي هو ابلكيشن اللي بتحتاج سبيسيفيك ريكويرمنت من الشبكه بتاعتك. عشان كده الناس الان يتكلموا عن انه والله ال 5G هيجي وهيغير وكده، الناس مؤمنه انه ال 5G يجي ويوفي بالريكويرمنت دي بتاعت الشبكه، اللي هو الثلاث حاجات دي، اللي هو الديلي
والباندويز وامكانيه الموبيليتي في الشبكه. لكن كثير جدا من الان من العلماء بيتكلموا انه حتى لو حصل ديبلويمنت لل 5G ستيل التليكوم 5G ما بتقدر توفر للناس الحاجه دي، ما في يعني ضمان لانه الحاجه دي توفر، والابلكيشن دي ابلكيشن حساسه جدا، يعني الديلي ده لو في اي لحظه حصل فيه خلل بتبقى في اشكاليه كبيره جدا في الابلكيشن نفسه، بيبقى هو ما يعني زي مثلا الابلكيشن بتاع الاندستري اوتي اندستري دايرين 1 ملي سكند يا تو تيلي كوميونيكيشن ممكن تديك اجريمنت انا والله اديك 1 ملي سكند للوصول، لانه في النهايه البلاتفورم دي موجوده هنا في الكلاود. بيحاولوا الان يستخدموا الايدج يقربوا البلاتفورم دي على الانتربرايز كمباني لتوفير الريسورس دي، لكن ستيل برضه في اشكاليات. لذلك الاتجاه للبرايفت 5G نتورك للانتربرايز الان ماشي بقوه، بدا هو في الجيل الرابع لكن الان الجيل الخامس الامبلمنتيشن بتاعه توقع انه خلال السنوات القادمه انه المؤسسات العاص تطبق ريال تايم ابلكيشن وتتحول تحول رقمي كامل لازم يكون عندها برايفت 5G. نجي نتكلم عن نقطه مهمه، مساله التحول الرقمي ومصنعي الاجهزه اللي هو الفندرز. الفندر في اليوم بيصنعوا الاجهزه. طيب تصنيع الاجهزه دي يعني يمكن بعض الناس يكون المساله دي ما واضحه لهم، تصنيع الاجهزه بيتم كيف؟ في شركات مسؤوله من الشيبس، هسه حنتكلم عن موضوع الشيبس والقانون بتاع الشيبس الاخير في الولايات المتحده الامريكيه وعلاقته شنو بالموضوع ده. الشركات اللي بتصنع الشيبس دي في العالم معدوده، من ضمنها انتل، بعض الشركات في تايوان، بعض الشركات في المانيا بتصنع الشيبس. الشيبس دي بيصنعوا عليها الديفايسز سواء كان راوتر سويتشز انتنة او غيره، تمام. بيكون الشيبس دي عندها درايفر، خلاص الدرايفر ده بيجي الفندر بيعمل الاوبريتنج سيستم، تمام، وبيدي لنا بفيكسد فانكشنز. يعني اذا كان الشيبس دي مثلا سبورت للفي اكس لان، بيجوا ناس سيسكو هواوي بيشتغلوا على الدرايفر وبيعملوا السويتش اوبريتنج سيستم حقهم، يعني الفندر ده شغله هنا في الحته بتاعت السويتش اوبريتنج سيستم، لكن الدرايفر والتشيبس دي شغل شركات ثانيه اللي هو زي انتل والشركات اللي بتصنع التشيبس الخاصه بالديفايس، لانه ديل هو اللي بيحدد الفانكشن الاساسيه المفروض تشتغل عليها. الفندر ما بيعمل الا غير يعني ابلكيشنز يسهل عليك عمليه الكونفجريشنز، في النهايه هو ما بيقدر يتجاوز مساله التشيبس دي. ده التصنيع بتاع الديفايس اليوم في الشبكه، بسموه البوتوم اب ابروش، يعني بيبدا من تحت ويمشي فوق. البروفيسور نيك ميكوين في جامعه ستانفورد، الراجل ده جاب ابروش، قال نعكس الابروش، نعمل ابروش توب داون، وعمل له تشيبس سماه تيفوني تشيبس وعمل لها تيست. والان شيء طبعا انت اللي استحوذت على الشركه طوالي مباشره، مجرد ما هو عمل الشركه 2019 انت اللي استحوذت عليها واخذته، والديفلوبر كلهم بيجوا بارت من الانت. هو طبعا مؤسس الاوبن نتورك فاونديشن، عمل تشيبس اسمها تيفنو وعمل بروف اوف كونسبت انه التشيبس دي قابله للبرمجه، وطور لغه اسمها بي 4 اللي هو بروجرامينج بروتوكول اندبندنت باكيت بروسيس. دي بتعمل شنو البي 4 دي؟ البي 4 دي هي بتدي انستراكت للتشيبس بانها تكون سبورت لاي بروتوكولز، ممكن اعمل ماي اون بروتوكولز، ممكن البروتوكول بتاع التي سي بي ذات اغير الفيلد بتاعته واضيف فيلد ثانيه واقول له والله الفيلد دي ما عجباني اضيف فيلد ثانيه تكون يعني فيت مع الريكويرمنت بتاعي بتاع النتوركس. فبتستخدم البي 4 وبي 4 عندها كومبايل، الكومبايل بينزل الانستراكشر على التشيبس، خلاص بعد ذاك بيجي الاوبريتنج سيستم بيشتغل وفق البروجرام اللي انت عملته للتشيبس. نفرض انه مثلا انا عملت التشيبس دي سبورت للفي اكس لان، بكره مثلا جاء بروتوكول جديد او انا عايز اعمل له بروتوكول جديد، بكتب البروتوكول بتاعي، بحدد الهيدر فيلد فيه والتفاصيل وبعمل كومبايل وبنزله على التشيبس، بيبقى الاوبريتنج سيستم بعد ده سبورت لشنو للبروتوكول اللي انا خديته. والراجل ده لما عمل ده عنده محاضره جميله عن الابروش بتاعت التوب داون ابروش، ضرب مثال قال الفي اكس لان عشان نحن نعمله اخذ مننا 4 سنوات، اي بروتوكول قال ما يحتاج مينيمم محتاج 4 سنوات. في فيديو انا عامل له لينك هنا بيتكلم فيه في جامعه ستانفورد عن موضوع النتورك بروجرامينج، قال الفي اكس لان
عشان يحصل لها ديبلويمنت للكوميرشال اخذ مننا 4 سنوات. قال اول حاجه الناس الباحثين اقترحوا على التشيبس فيندر انه والله الفيلانس دي فيها اشكاليه، وعملوا بحوث وادوها لهم، وبعد ذاك الفيلان عملت سبورت للمساله دي، واخذت ثاني سنه او سنتين عملوا له درايفر. بعد ذاك وروا شركات الفيندر المصنعه والله في حاجه اسمها في اكس لان، انتم المفروض تعملوا ابديت للسيستم بتاعكم. فالمساله اخذت 4 سنوات لحد ما الناس استخدموا الفي اكس لان في 2010 بقى استخدام تجاري. في حين انه بالابروش بتاعت التوب داونز انت ممكن تعمل يور اون بروتوكولز خلال 24 ساعه. واضح؟ ده مسألة التصنيع بتاع، في تحول كبير جدا في مسألة تصنيع المسألة. حتى سيسكو بدأت الآن سبورت للبي 4 على أساس أنك أنت تقدر برضو تبروغرام يور أون نتورك، لكن المسألة حيكون فيها تغيير كبير وحيكون فيها لاعبين جديدين، والمسألة حتكون فيها مفتوحة. وده قاد الناس لمسألة التحول أو السيادة الرقمية، إنه أنا بعد ده ممكن أمتلك الإنفراستراكشر بتاعتي طالما أنا عندي تشيبس قابلة للبرمجة، أشتري تشيبس وأصنع ديفايس زي ما أنا عايز بالفانكشن اللي انا عايزه. مساله التحول الرقمي، التحول الرقمي والسياده الرقميه، زي ما قلت انه مساله السياده الرقميه كان تعريفها هي مساله البرايفسي للداتا. لكن الان الاتحاد الاوروبي بدا يتكلم عن انه ليه نحن ما يكون عندنا كنترول للانفراستراكشر لكل الديجيتال اسيتس بتاعتنا، سواء كان داتا هاردوير سوفت وير، ليه ما يكون عندنا كنترول عليها؟ ليه مثلا الامريكان حتى الاوروبيين طبعا عندهم مشاكل مع الامريكان يعني يتعلق بالخصوصيه والاشياء دي، والامريكان بقى الان عندهم مشاكل مع الصينيين. فالان الاتجاه في امريكا للشبكات المفتوحه على اساس انه خلاص الناس كلها تكون في مستوى واحد. حتى الصين بعد ثاني في مساله البنيه التحتيه وكده الموضوع ده زي ما يقولوا بالنسبه لها خلاص انتهى. يعني ثاني هواوي ما حتقدر هي شركه تعمل انفراستراكشر، لانه مساله تصنيع الانفراستراكشر حيبقى شيء متاح لأي جهة، وتستطيع أنه أي دولة تتبنى التكنولوجيا اللي هي بتشوفها مناسبة وتصنع الديفايس اللي هي بتشوفها مناسبة، والمسألة كلها هي open طالما الـ API فيه الانتجريشن ما بيكون فيه إشكالية مع أي ديفايس تاني. فمفهوم السيادة الرقمية جاي مفهوم بقوة، بيخفض التكاليف، بيدي more controls للحكومات في الانفراستراكشر بتاعتها، بيدي سياده حقيقيه في الشبكه بتاعتك. ده تعريف طبعا بتاع الاتحاد الاوروبي للسياده الرقميه. الموضوع الدارت يعني اشرح لكم بسرعه كده، هو فيه روابط اللي هو التحول الشبكي ده للاتجاهات والمستقبل. زي ما قلت لكم يعني انا في جزء كبير جدا انا معايشه ومتابعه الى قبل شهرين، كان في اخر حدث في التحول الشبكي. بدأ التحول الشبكي في سنة 2008 اللي هو بروفيسور نيك ميكوين عمل بيبر سماه Open Flow Protocols in Campus Network، وجرب الفصل بين الكنترول برين والداتا برين. بعد ذاك ليتر اون بعد ما جاب الاس دي ان وكده، الراجل ده ادوه جائزة بتاعت جراهام اللي هو IEEE، دي اعلى جائزة علمية ادوها له تقريبا قبل 5 سنوات للكونتريبيوشن بتاعه في الاوبن فلو والاس دي ان. في 2011 فكر قال انا اعمل مؤسسه تكون هي مسؤوله من الاستاندر، مؤسسه غير ربحيه، وفعلا جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت دعموه وعمل مؤسسه اسمها اوبن نتورك فاونديشن في الولايات المتحده الامريكيه، والمؤسسه دي بقت هي مسؤوله من الاستاندر المعيار بتاع البروتوكول بتاع الاوبن فلو، بترعى كل المشاريع المبنيه على الديس اجريجيشنز والسوفت وير ديفاين نتورك والان اف في، والان اصبحت يعني مؤسسه رائده ومشاريع يعني بتستحوذ عليها الشركات بملايين الدولارات. من اخر مشروع اللي هو مشروع بتاع ايثر استحوذت عليه شركه انتل، وعندهم مشروع الان شغالين عليه اللي هو الاس دي فابريك والاس دي ران. جوجل برضو عايزه تستحوذ على المساله دي، لكن هون بيشترطوا انه استيل المشروع يكون اوبن سورس ومتاح للناس كله، عندهم بوليسي هم ماشيين فيها. يعني في سنه 2014 نفس البروفيسور ده كتب له ورقه في اي سي ام كونفرنس او اي كونفرنس، وقال يا اخي ما ليه ما نعمل النتورك فول بروجرامبل باستخدام البي 4. فعلا عمل البي 4 وعمل مؤسسه ثانيه سماها بي 4 كونسورتيوم، ومشى جاب كل الناس المهتمين بالفيندرز المهتمين بالمساله دي وعمل ايكو سيستم
يعني بقت الان في شركات زي الشركه مثلا دي اي بي اس ادفانس بروتوكول سيستم، شركه المانيه دي الان بتعمل سويتشات قابله للبرمجه بالشيبس بتاعت تيفون شيبس. يعني لو شفت السويتش ده قابل للبرمجه، واضح؟ السويتش ده تشيله تشغله راوتر، تشغله فاير وول، تشغله سويتش، تشغله اي حاجه باستخدام البي 4 لانجويج، وعملها زي ايكو سيستم. بقت الشركات تصنع وتجي تاخد في الويب سايت. فبرضه مساله البي 4 هي ماشيه بقوه، ومتوقع انها خلال السنوات الجايه كل السويتشات تكون سبورت للبي 4. طيب لما عمل البي 4 2019 هو عمل شركه ستارت اب كمباني سماها بيرفود نتوركن، واللي هي صنعت البي 4 والسوفت وير سويتش اللي عمل بيه البي او سي. في 2019 جات شركه انتل واستحوذت على بيرفوت وعلى التشيبس اللي هي اسمها تيفون تشيبس، بقت ملك لانتل، بقت تسموها شنو؟ انتل تيفون تشيبس. لو شفتوا هنا الان ده الموقع الرسمي بتاع انتل، حافظوا على الاسم نفسه، لكن بقت هي تشيبس مستخدمه في النتورك ديفايسز، وهي تشيبس قابله للبرمجه. شايف بيرفوت دي الشركه حقت البروفيسور اللي هي انشاها، واستحوذت على شركه انتل، وبقى عندهم حاجه اسمها انتل تيفنو اللي هي بي 4 بروجرام الانتربرايز، اللي هو تشيبس قابله للبرمجه. ودي بقت ذاتها لانتل هي نقله كبيره ثانيه في انه يكون التشيبس ده بعد ده تشيبس قابل للبرمجه. في سنه 2020 او 21 تقريبا جاء داربا. داربا ديل طبعا اللي هو اتحاد المهندسين في الجيش الامريكي، ديل عملوا الانترنت ذاته، وجو ودرسوا المشروع بتاع ايثر. ولما لقوا المشروع بتاع ايثر هو فيه انوفيشنز وفيه يعني استخدام لتكنولوجيا ما كانت موجوده في الشبكات، تبنوا المشروع بتاع ايثر وعملوا بروجكت مبني على الايثر اسمه بروتو. والان البروجكت هو رنن في الثلاثه جامعات دي اللي هو ستانفورد، طبعا او ان اف هي قائد المشروع كله، وعملوا له فند 30 مليون دولار، شغالين في المشروع ده تطوير. هو اول الايثر هو اول اوبن سورس برايفت 4G 5G كونكتد ايدج كلاود. ان شاء الله نهايه المحاضره دي انا بحاول اعمل بريف عنه وبيشتغل كيف. ف الخطوه الاخيره في مساله التحول الشبكي هو التشيبسي اكت. والتشيبسي اكت هو قانون طلع تقريبا قبل شهرين من الحكومه الامريكيه بمبادره من شركه انتل. يعني شركه انتل عملت بروبوزل عن التشيبس القابل للبرمجه للحكومه الامريكيه، والحكومه الامريكيه وافقت، وجو بايدن وقع على قانون اسمه تشيبس اكت، وبالتحديد فيه الشيبسات القابله للبرمجه، ودعمها بريسيرش بتاع 53 مليار دولار عشان يواصلوا في مساله التشيبس القابله للبرمجه. والحكومه الامريكيه رسميا تبنت مساله الاوبن نتورك او الشبكات المفتوحه واستخدام الشبكات المفتوحه بصوره عامه. دي الرحله بتاعت الاوبن نتوركينج او التحول الشبكي من بدت ومتجهه. يمكن البحوث الان الشغاله في الجامعات الامريكيه وحتشتغل في الفتره الجايه هي يمكن حتعمل اشياء جديده، لكن كلها في اتجاه اللي هو الاوبن نتوركينج والتحول الشبكي، حياخد يعني ابعاد ثانيه نتوقع خلال السنوات الماضيه. الفوائد اللي بتستفيد المؤسسه اللي بتطبق التحول الشبكي فوائد كثيره جدا، منها فوائد اقتصاديه، تخفيض التكاليف سواء كان تكاليف التشغيل او تكاليف الانشاء، فوائد بتاعت سكيورتي انك انت كنترول يور اون نتورك. خلاص الفوائد الثانيه الفوائد هي بتاعت بزنس، واللي هو شغل بتاع انتجريشن وشغل بتاع انوفيشن في خدمات الشبكه. فده البرزنتيشن بصوره عامه بسيطه كده. فلو في واحد عنده سؤال قبل ما اعرض السوليوشن بتاع الايثر واشرحه، لو في حد عنده سؤال تفضلوا. شكرا جزيلا يا دكتور احمد، يعني صراحه ما شاء الله كل مفهوم من المفاهيم دي داير له زي ما بيقولوا شنو محاضره براوي يعني. فنفتح المجال يا شباب، لو في زول عنده سؤال ممكن يكتبه في الشات هنا في زوم او في البث المباشر في فيسبوك، ولا ممكن يرفع يده عبر خاصيه رفع اليد في الرياكشنز تلقى ريز هاند. سليمان شايف فاتح الكاميرا، هل عندك سؤال؟ لو في اي سؤال يا شباب. في اثناء بتكلم دكتور احمد انا خطيت الروابط اللي كان بيشير لها،
انا شكلي رسلتها في زول بالغلط، لكن هقوم ارسلها لكم تاني هنا ده للجميع، على اساس انه تكونوا عارفين متابعين يعني الكلام اللي كان بيتكلموا عن الروابط المختلفه، الفيديو بتاع اليوتيوب، الارتكل بتاع طيب محمد ياسين، محمد ياسين اتفضل، ممكن نعمل لك ام ميوت اتفضل، بس عشان نكسب الزمن. دكتور احمد ده مرتبط بارتباط ثاني، ممكن محمد ياسين اتفضل. السلام عليكم، عليكم كيفين؟ السلام ورحمة يا ريت الله. تعرف نفسك تفضل. محمد ياسين عباس، إذاعة صوت الخليج، مؤسسة إعلامية القطرية في مجال النتورك من زمن بعيد. استمتعت جدا بالسرد الثري. في كم مرحلة أستاذ أحمد هو مر على سريع، السنتراليزيشن، الديسنتراليزيشن، الكلاين، التفاصيل كثير. لكن سؤالي، نقدر نقول انه الاتجاه كله ماشي على البروجرامينج بكل السلبيات والايجابيات في المجال بتاع البروجرامينج، وخصوصا مع الهجمات السبرانيه والمشاكل بتاعه السكيورتي. اذا كان في الاوبن نتوركينج او الفور جي الفايف جي، كل ما يتعلق بالمجال. أتمنى الصوت يكون واضح. نعم واضح واضح واضح. أي الصوت واضح. تفضل. تفضل. صراحة المسألة تحت البروغرامينج دي طبعاً بتكون فيها كمية من الإشكاليات. نعم. البروغرام الجيد، البكس، الكواليفايد بيرسون تو مانج، وخصوصاً إنه لما نيجي نتكلم في المسألة تحت الإنتربرايز نتوركينج، طوالي بيعلقوا لك في الكوست والهيومن ريسورس والانجينيرنج والتفاصيل دي. نعم. فهل في ممكن في الدول المتقدمه امريكا ويوروب في مستقبل للمجال دي في العهد القريب، لكن هل في حكوماتنا في مستقبل بيكون يعني في وعي كافي؟ والله يا اخي ابدا من اخر نقطه انت قلتها، يمكن الوعي دي تكون هي الاشكاليه. يعني انا ما عارف، لكن كثيرين جدا ممكن المفاهيم بتاعت الديس اجريجيشن والحاجات دي، حتى في ناس انا بلقاهم هم متخصصين في المجال، لكن بيكون هو يعني في جزئيه معينه بيكون والله التكنولوجيا دي ما سمع بيها. فمساله الوعي هي صحيح مساله يعني قليله شويه، وقلت دي راجع على انه التكنولوجي دي اخواننا حصل لها ديفلوبمنت في خلال 10 سنوات بصوره سريعه جدا جدا. يعني المساله دي لما نوصل للشيبس القابل للبرمجه، شوف المساله دي خلال 10 سنوات فقط. فكل يوم انت تقول كل سنه بتلقى انه في مشروع جديد، المشروع ماشي في اتجاه بيفتح لي مشروع ثاني. فمساله التطور السريع بتاع التكنولوجي خلى الناس ما تقدر تواكب الحاجه دي، اضافه لضعف الريسورس. يعني احنا في الاو ان اف اخر اجتماع كنا بنتكلم عن ضعف الريسورس، حتى طلبوا مننا نعمل مثلا محاضرات، نكتب اوراق علميه في المساله، لانه في مشاريع ضخمه اصلا ما مكتوب فيها اوراق علميه كله، يعني المشاريع بتاعت البي 4 والاونس والاس دي ران والاس دي كور والاشياء دي ما كتبوا فيها اوراق علميه، نازل بيعمل بس وايت بيبر بيشرحوا الحاجه دي شنو، بيعملوا امبلمنتيشن طوالي وبيطلعوا البرودكشنز. يعني كل المشاريع دي الان مطبقه في كوم كاس، مطبقه في اي تي اي تي ان تي، مطبقه في تيليكومنيكيشن تير 1 تيليكومنيكيشن، مطبقاها في الريال امبلمنتيشن. لكن لو جيت فتشت الريسورس، الريسورس بسيطه جدا جدا. يعني مثلا زي الاس دي ان مثلا اللي هو الكونسيبت بتاع الاس دي ان، حتى الان ما في كتاب يقدر يدرسك والله السوفت وير الا تجمعه بس من حتات. يعني ما في كتاب محدد قال والله اسمه سوفت وير ديفاين نتورك، خصوصا في مسائل التكنيك. يعني بيجوا ناس كتير يقول يا اخي ادينا كتاب، والله ما في كتاب محدد. يعني المساله دي بس مجموعه من الكتب، كله كتاب مركز على جزئيه معينه، الحاجات كثيره يعني. وضح؟ ايوه. نعم. لو سمحت لي معلش سؤال اخير. تفضل. المساله بتحت السيكونس او الاستبدال للمساله بتحت التراسل بتاع البيانات. يعني معروف ال TCP واليو دي بي، ال IP version 4 وال IP version 6، الاستراكشر بتاعتها معروفة. هل كل التكنولوجيا الجديدة
بتتبنى نفس الكيفية أو نفس البروتوكولات، ولا في حاجات جديدة فيها ادفانس ما متوفرة في الاثنين، في اي بي 4 اي بي 6؟ ايوه، في النتورك ترانسفورميشن الان في تعديل في الشيء الموجود، يعني التي سي بي اي بي الان في البي 4 تقدر تعدل في الهيدر فيلد باضافه بعض هيدر فيلد اضافيه ما كانت موجوده. في بروتوكولات جديده جات كله اللي هو بروتوكولات خاصه بالاي او تي. في بروتوكول اسمه اوبن فلو، اصلا هو ما كان موجود. ده بروتوكول جديد بيعمل مانج بين الكنترول بلين والداتا بلين. ففي بروتوكولات جديده وفي تعديل في البروتوكولات الاكزيست، فلذلك عمليه التحويل برضه بتحتاج الى وقت عشان الناس تستوعب انه الاركتكشر هي ذاتها اتغيرت والمانجمنت بتاعت الترافيك هي ذاتها اتغيرت لبروتوكولات ثانيه. كده. شكرا لكم كثير استاذ احمد، شكرا، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. في زول داخل باسم كليه الفجر، ف عامل ام ميوت، تفضل اطرح السؤال. يا ريت تعرف نفسك برضو. الاسم اللي هو باسم كليه الفجر، تفضل. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام، يا ريت تعرف نفسك. ايوه، صوتي مسموع اولا؟ الصوت بعيد صوت شويه، بس مسموع. لو قربت شويه يكون احسن. السلام عليكم، كيف احوالكم؟ ايوه كده، خلي المايك جنب مشكور الشنب. دكتور انور دكتور احمد على المبادرات دي. انا سليمان محمد محمود، مدير الاي تي في كليه الفجر. يا هلا انا ومرحبا. سؤالي، انا الله يديك العافيه، و انا درست الكورس مع دكتور احمد قبل كده بتاع الاس دي ان، لكن لغايه الان يا دكتور احمد انا في سؤال ودايرين نجاوب عليه بصراحه. الان ده كله تطور وماشي بصوره سريعه جدا. انا عايز اشوف الريكومنديشن الان، نحن كمؤسسات هل انت يو ريكومند انه الناس يعني تقوم تتحول للحاجه اللي هي لسه نحن خلينا نقول في طور الديفلوبمنت الى الان، يعني لانها حتاخذ لها زمن لحد ما تصل لمرحله الستابيليتي يعني. دي من ناحيه. الناحيه الثانيه السبيسيفيك ريكويرمنتس، اذا انا كان عايز اتحول جراديولي من الترديشنال نتورك للمودرن نتورك، السبيسيفيك ريكويرمنتس اللي انا هحتاج ليها شنو؟ خصوصا انه اذا الزول بيحاول يعمل بيلد لنيو نتورك اكيد الايكوبمنتس اللي هيجيبها المفروض تو بي كومباتبل ويز الاوبن فلو نتورك. شكرا. الله يكرمك. شكرا يا باشمهندس. بالنسبه للجواب على السؤالين بتاعك، بالنسبه للتحول، في كثير من الشركات الان طرحت مساله التحول، زي اتش بي عندها حاجه اسمها هايبريد سويتش. السويتش بتاع الاوبن فلو اسمه اوبن فلو انيبل سويتش، وعندها سويتش ثاني اسمه هايبريد سويتش بيشتغل مع التراديشنال نتورك ومع الاس دي ان نتورك. زي ما انت عارف انه في الاوبن فلو عمل اكشن جديد في على الباكيت ما كان موجود في التراديشنال نتورك، لكن السوليوشن بتاع اتش بي ده بيخلي الترانسفورميشن يكون سموث، بحيث انك انت ما تعطل شبكتك والتحول يكون جراديوال. وكثير من الشركات الان في بزنس كبير جدا في مساله السموث ترانسفورميشن بالخلط بين التراديشنال نتورك والاس دي ان نتورك. وناس الاو ان اف برضه انتبهوا للحاجه دي، وفي واحده من مشاريعهم اللي هو الاونص اللي هو الاس دي ان كنترولر خلوه هو ايضا يقدر يشتغل على التراديشنال نتورك، يعني يقدر يعمل كنترول على التراديشنال نتورك بمفهوم الديس اجريجيشن. فهم برضه شغالين على انه على التحويل. المساله هي زي ما انت قلت مساله سريعه، فالناس لازم تواكب، لانك انت بعد شويه اذا ما واكبت بتكون شبكتك دي تراديشنال نتورك وهي بقت خلاص معتمده. يعني التكنولوجيا دي اصلا بتبدا من التليكوم تير 1 تيليكوم بتاعت امريكا دي، لما تطبق التكنولوجي هي تاني جاياك يعني، حتى انت حتطبقها. والان الاتحاد الدولي للاتصالات في 2017 طلع كتيب حدد فيه انه الانفراستراكشر للتليكومينيكيشن بتاعت ال 5 جي لازم تكون اس دي ان وان اف في. فلو التليكومينيكيشن اتحولت لسوفت وير ديفاين نتورك وان اف في، وانت كانتربرايز لسه ستيل شغال بالتراديشنال نتورك، ما حتستفيد من السيرفيس.
اللي بيقدم الانتربرايز نتورك، فلازم تكون مواكب برضو مع الانتربرايز نتورك عشان تواكب التحول اللي حصل في الاكسس نتورك. طيب ممتاز جدا احمد خليفه، عملنا لك ام ميوت، يا ريت تعمل ام ميوت لنفسك تسال السؤال، عرف نفسك واسال السؤال تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. الموضوع واضح؟ واضح الصوت تفضل. بسال بس من يعني الان حاليا كلام الدكتور كله انه يعني انه خلاص الموضوع كله يعني الفيندرز بيجوا مفترض ما نشتغل بيهم ثاني وبيبقى الموضوع كله اوبن سورس، لكن مثلا حتى في التكنولوجيا الجديده بتطبق يعني في عند الاوبريتور بنشوف لسه مثلا اس دي 1 لكن مثلا راعياها سيسكو او راعياها نوكيا وعندهم ابلكيشن معينه برضه شغالين بيها وكاستمايزيشن، وان كان يعني في الديفايسز مثلا ستيل يونكس اوبن سورس لكن عندهم هم مثلا عاملين بلجنز معينه، فهل الكلام ده حيستمر في الفتره الجايه ولا يعني برضه حيتغير؟ الشيء الثاني يا دكتور برضه بسال السؤال الثاني معلش، بسال برضه من هل في كارير بات معين مثلا للاوبن سورس؟ هل في كارير بات معين مثلا بسيرتيفيكيت زي ما زي التراديشنال مثلا بدو بي سي سي ان اي سي تي ام بي سي تي اي، او هي موضوع برضه يعني بس انك انت تعمل يعني تجمع سكترد بيبر. اوكي طيب بالنسبه للسؤال الاول بتاع الفندر، الفندر زي سيسكو وهواوي وغيره لما بدات التكنولوجيا بتاعت الاس دي ان يعني خلاص عملوا ابحاث وبقت ماتيور وبدت تنشي ستارت اب كمباني بتعمل سوليوشن بتفوق على السوليوشن بتاع سيسكو زي الاس دي 1، يعني فيبتيلا شركه امريكيه ستارت اب كمباني استحوذت عليها سيسكو اول ما شافت انه هي رائده في مجال الاس دي 1 استحوذت عليها ودخلت السوليوشن من ضمن الحلول بتاعتها، لكن زي الحاجه دي ما بتحلها لانه خلاص حيكون في ثاني ستارت اب كمباني مساله مفتوحه انا ممكن اعمل سوليوشن، فما حتقدر هي تستحوذ على كل الشركات، حتبدا بعد ده في شركات حتنافس الشركات الكبيره ذاتها، يعني ما في ثاني بعد ده مساله احتكار في النتورك ديفايسز، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه للاس دي ان قد بدات الان الشركات ذات المعروفه بتاعت النتورك تحول البروجرامز بتاع، يعني سيسكو الان عندها تو بروجرامز في النتورك سيرتيفيكت، عندها تراديشنال سي سي ان اي وسي سي ام بي وسي سي اي ستيل موجود، وعندها تراك ثاني اسمه نت ديف، عنده سي سي ان اي نت ديف سي سي ام بي وسي سي، حتى السي سي اي الامتحان بتاعه لسه موضوع، لو خشيت الامتحان بيقول لك لسه الامتحان موضوع، لكن في سي سي ان اي وسبشاليست وسي سي ام بي ده في التراك بتاع سيسكو، لكن سيسكو بتدرسك السوليوشن حقها في الاس دي ان والان اف اللي هو زي الاي سي اي والاس دي اكسس والاشياء هذه، ما بتدرسك ستاندرد. افضل خطوه ممكن تبدا بها للستاندر هي السوفت وير ديفاين نتورك حقت الاو ان اف نفسها، الناس اللي عملوا الاس دي ان نفسه عندهم بروفيشنال سيرتيفيكيت خلاص، فاسمها اس دي ان 2 عملوا لها ابجريد دخلوا فيها البي 4 حديثا قبل سنه ونص تقريبا، فدي ممكن تكون افضل بدايه تبدا بها الاس دي ان. بعد ذاك انا اتوقع انه في المستقبل المساله تكون مفتوحه اكثر، يعني تبقى هي اكثر من فيندر بتبقى حتصهر اجسام غير ربحيه وتعمل سيرتيفيكيت زي كومتيا والاشياء دي، حتبدا تعمل سيرتيفيكيت في مجال الاس دي ان قريب يعني. طيب الاخ ابراهيم افتح المايك، عرف نفسك لو سمحت واطرح السؤال. طبعا الموضوع بتاع الكارير باث ده دكتور احمد يعني صراحه سؤال بيحير ناس كتار، بالذات الناس اللي بيكونوا في الميد كارير، يعني لا بادين لا انتهوا في النص ديل بيتجحجوا شديد، وانا هنا ناس ساريه ديل ناس السيسكو سي سي اي وغيره، فدي حاجه بتكون صعبه ولا شنو؟ والله هو في الكارير هيحصل شيفت كبير جدا، يعني مساله الكونفجريشن زي ما قلنا هتتوقف، تبقى هي بروجرامينز وتعامل مع اي بي اي ومع يعني اشياء مختلفه من الكان القديم الشخص اللي بيكون متعود عليها،
فالتحول بيكون تحول كبير، خصوصا للزول زي ما قلت انت في النص عشان يعمل شيفت للحاجه دي. لكن الان برضه انا بوصل الناس بتتجه على الكلاود نيتف تولز بكل انواع، سواء كان كوبرنيتيس اوبن شيفت من ريد هات، دي برضه من اللي هو كل الديبلويمنت بتاع الاس دي ان مبني على الكلاود نيتف، كل البرايفت 5 نتورك فرايد 5 جي الديبلويمنت كله مبني على الكلاود نيتف تولز. تمام جدا. ابراهيم ما فتحنا قال ما اكثر مره ما جاوبتها. نادر ابو زيد، انا ما اعرف هل ده بروفيسور نادر ولا زولنا ولا زول ثاني. ايوه السلام عليكم ورحمه الله دكتور. عليكم السلام ورحمه الله حبيبي. لك وحشه والله، كيف احوالك؟ الله يسلمك ويديك العافيه ان شاء الله. طيبين يا دكتور نادر. تعرف نفسك خليل. دكتور نادر موسى خليل ابو زيد، بروف مشارك استشاري اول عميد عماده التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. حقيقه انا داير اشوف اثر التحول، لانه دائما احنا بنسارع من جنريشن لجنريشن، فداير اشوف التحول الرقمي واثره بالنسبه للجيل اللي ذكره الدكتور الباشمهندس، لاثره بالنسبه لنا احنا في العمليه التعليميه الالكترونيه. يعني استيل السودان بيستخدم نظام الموديل، ما زي الدول العربيه بيستخدموا البلاك بورد والاشياء بالشكل ده، فداير اشوف الاثر ليه وكيف والانفراستراكشر، لانه ستيل في مشاكل في السودان. فدار اشوف التصور بتاع الباش مهندس ووضعنا نحن كبنيه تحتيه للجامعات، من ناحيه انه معظم الويب سايت بتاع الجامعات بتكون عباره عن مؤجره في كلاود على مثلا مواقع عالميه في بريطانيا في غيرها مثلا على سبيل المثال. فدار اشوف مردود الكلام ده مع الاي بي ان والفيزا كارد يعني التصور العام بالنسبه لينا، ومن ناحيه السكيورتي ذاتها والامان بتاعت ديك العافيه. شكرا جزيلا يا بروف، بارك الله فيك. والله بالنسبه للتحول ده بالنسبه للدول الناميه من ضمن السودان، هو فرصه كبيره جدا، لانه الناس تصل لمستوى يمكن قريب لمستوى الدول المتقدمة. يعني الناس لو تتذكر إنه الجيل الثالث لما سوداتيل بدت طوالي بلاست تكنولوجي، وكانت الجيل الثالث هو طفرة في السودان، لكن بعد ذاك ما واكب التطور. فالآن نفس الفرصة دي موجودة، المسألة دي هي أوبن ومتاحة، فالدول الناوية تقدر إنها تعيد بناء الانفراستراكشر بتاعتها وفق النكس جينيريشن تكنولوجي، يعني تبدأ من حيث انتهى الناس وبتكلفة أقل. فالمساله بس بتعتمد بعد ده على الجهه اللي ممكن تدفع الناس للاتجاه ده، لان احنا الان بنيه تحتيه تقريبا شبه منعدمه، فممكن نبني البنيه التحتيه دي وفق المفهوم بتاع الاوبن نتورك، سواء كان الداتا سنترز بتاعتنا، سواء كان نتوركس بتاعت الجامعات، التولز متاحه واوبن وما صعبه، يعني انه الناس تعمل امبلمنتيشن للحاجات. وزي ما قلت انه حيظهروا لاعبين جديدين في شركات من دول تانية بدأت الآن تدخل في مسألة التصنيع، وبتقدم الديفايسز ذاتها بأسعار بسيطة جدا جدا. يعني في شركات الآن في الصين، وفي شركات ظهرت في فرنسا وكذا، بتقدم سويتشز، بتبيع سويتشز بأسعار ما في مقارنة بينه وبين الشركات الفيندور الكبيرة. ففي دي فرصة نحن نبدأ من حيث انتهى الآخرون إن شاء الله. طبعا يا دكتور أحمد الكلام ده بينطبق برضو على البلوك تشين، وبيطبق على كمية بتاع تكنولوجيا جديدة جات والويف بتاعتها. يعني في بدايتها كان وفي تلقى في سودانيين يعني بايونيرز في الحياة دي، لكن مسائل بتكون محتاجة لقرارات يعني زي يقولوا جريئة أو شجاعة، ودائرة ناس يعني يدعموا الموضوع. يعني في دولة زي السودان على أساس إنه الناس تمشي لقدام. الجامعات طبعا بروف نادر هو عميد عمل الدراسات العليا في جامعة درمان الإسلامية، واحدة من الجامعات الكبيرة جدا وفيها كليات هندسة وتقنية معلومات وغيره. الجامعات دي يعني ما عارف لو بيستقبلوا مثلا التيوشن، الناس بتدفع الرسوم بتاعت التسجيل بتاعتها بالكريدت كارد، فيه ولا ما في؟ يعني في كمية بتاعت بنيات تحتية ما موجودة، وبكل أسف بتمر الموجة بتاعت الناس ممكن تلحق الرق، والناس تكون قاعدة بعيد وما تقدر تستفيد منها. فالله المستعان. باشمهندس أحمد جمال تفضل، ممكن تعمل أميوت لنفسك تطرح السؤال، يا ريت تعرف نفسك برضو. يعني
السلام عليكم، معكم أحمد جمال، أنا بروجكت مانجر وأهتم أكثر بالجانب الكوميرشال سايد كانتربرنور شيب في الحاجة دي. فشكرا لك دكتور أبو زيد، بجد كفيت ووفيت، شرحت الموضوع بطريقة سلسة جدا ووجهت على الاتجاه الجديد الجنريشن الجديد حيكون ما شاء الله بطريقة مبسطة جدا. أنا عندي لك سؤالين، وانا كنت اخذت من بدايه المحاضره اساسا قبل ما ادخل، بس ده اعرف الحاجتين دي واللي هم شنو الكوميرشال جابس اللي هي الزول ممكن يدخل فيها من ناحيه بتاعت كوميرشال يعني ويقدم فيها حلول او يقدم فيها باكجز ورك باكجز ولا حاجه قد تكون الماركت في الفتره الجايه محتاج ليها، سواء كان اس دي ان سواء كان اي بلاتفورم ولا اي سولوشن ممكن الزول انت شايف يقدمه كخدمه السوق الفتره الجايه حيكون محتاجها. بخصوص السؤال الثاني اللي هي البوتنشال بتاع السكيورتي ثريتس اللي بتكون موجوده في الانظمه اللي زي كده، اللي تتكلم عن حاجه اوبن سورس اي زول ممكن يدخل يعمل الحاجه اللي هو عايزها، هل الحاجه دي بتخد سكيورتي ثريتس بوتنشال سكيورتي ثريتس على السيستم اللي بتعمل على الانظمه اللي بيبنوها جديده دي، وشنو الباب ده حيفتح وراه من ناحيه بتاعت ورك اراوند امبلمنتيشن بتاعت بروتكشنز لايرز سكيورتي فاير وولز، شنو الحاجه اللي ممكن تقيف ضد السكيورتي ثريتس في النقطه دي. شاكر لك جدا وشاكر لدكتور نور اللي تحت الفرصه وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا ابو حميد. بالنسبة لمسألة السكيورتي دي أنا عندي فيها رأي مختلف. الأنظمة دي بتعزز السكيورتي، لأنه أثبتت الأنظمة المفتوحة المصدر إنها هي في كثير جدا من الأحيان هي مور سكيور، والدليل عليه إنه الآن كل الداتا سنتر بتستخدم اللينكس هو أوبن سورس، لكن الناس بتستخدم اللينكس لأنه مور سكيور عن الـ عن الـ عن الويندوز. فما معناه إنه هو أوبن سورس عنده مسألة سكيورتي وفيرنابيليتيز والاشياء دي، فقد يكون هو اوبن سورس اقوى من الكوميرشال سوليوشن المقدم. دي من ناحيه بتاعت السكيورتي. الناحيه الثانيه بتاعت السكيورتي اللي المفروض ان السكيورتي ينتبهوا لها، انه حصل ري ارتكت لطريقه عمل الشبكه، فمسائل السكيورتي ذاتها يعني بقت في اشياء في السكيورتي الناس المفروض ينتبهوا ليها. يعني الاس دي ان كنترول هي الاساس في النتورك، فلو حصل للاس دي ان كنترول هاك وهي سنترلايز بتبقى الشبكه كلها هي في خطر، بالرغم من انه في حلول للمسائل دي، لكن نظره السكيورتي ذاتها المفروض تختلف. يعني الناس الان شغالين في السكيورتي المفروض يشتغلوا على الاركتكتشر الجديد في السكيورتي اللي هو الاس دي ان والان اف في والفيرشواليزيشن والاوفرلاي نتورك، مساله السكيورتي بتاعتها بتكون كيف. دي النقطتين يعني السكيورتي. النقطه الاولى اللي اتكلمت فيها عن الفرص بتاعت البيزنس، فرص كبيره جدا. يعني في مجالين ممكن البيزنس يشتغل فيها، اللي هو المجال بتاع الانوفيشن في خدمات الشبكه نفسها. يعني انت ممكن تعمل فانكشنز هي ما موجوده، يعني بدت الان بعض الشركات تعمل فانكشن بتاعت فاير وول فيها اي اي وفيها يعني تكنولوجي متقدمه وبلوك تشينز، تعمل لها انتجريت مع الاوبن سورس سوليوشنز. ايضا الشركات الكبيره فتحت باب كبير جدا بتاع انتجريشن مع السوليوشن بتاعها. يعني شركه اتش بي عندها حاجه اسمها اس دي ان اب ستور، اس دي ان ستور اللي هو زي الابل ستور، انت بتعمل ابلكيشن وترفعه على الستور وهم بيبيعوا لك، لكن الابلكيشن ده كله بيشتغل على الاي بي اي بتاعتهم بتاعت الاس دي ان سوليوشنز. فده باب برضه بتاع بزنس. سيسكو الان عندها ديف نت فورم وعندها ديف نت يعني اوبن سورس اريا، برضه الناس بتعمل ابلكيشن مبنيه على الاي سي اي على الفيبتيلا اس دي وانز اديشنال بلوجنز. فالبزنس في مجال الانتجريشن مع السوليوشن الموجوده برضه باب كبير. يعني نعم. طيب ما شايف في سؤال مكتوب في الشات هنا ده من احمد بيقول لك ما هي البدائل المطروحه لدى الشركات الرائده في مجال التكنولوجيا الرقميه والاتصالات وهي تساعد وتدعم ابحاث قد تقود في المستقبل لفقدان ارباحها الضخمه وربما ظهور منافسين غير معروفين في السوق؟ نعم، هو اصلا بدت الحاجه دي الان، بدت الشركات دي تفقد كثير جدا من ارباحها، خصوصا الشركات المعروفه، لانه ظهر منافسين زي ما قلنا جدد. الان ظهر مفهوم الاوبن نتوركينج والوايت بوكس ديفايسز،
الوايت بوكس ديفايسز هي ديفايسز قابله للبرمجه، فيها نتورك اوبريتنج سيستم مفتوح، فيه امكانيات اكبر، فبالتالي الناس حتتجه للارخص. وايضا واحده من المميزات بتاعت البروجرامبل سويتش في كثير جدا من التجارب انه هو اوت بيرفورمانس للتراديشنال سويتش من ناحيه بتاعت ثروبوت، وصل الان ل 14 في بعض الدراسات ل 20% بيرفورمانس اوت بيرفورمانس من التراديشنال نتوركس في الثروبوت وفي سرعه معالجه الباكت داخل الديفايسز نفسها. فده برضو بيخلي انه بعد الناس تتجه للمساله دي. مساله الابحاث والله مساله مهمه جدا جدا، يعني المفروض بعد ده في يكون في اتجاه لابحاث في 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 الاتجاه بتاع الاوبن نتورك. انا شايف الابحاث مركزه قاعد هنا في الامارات، لكن الابحاث كلها مركزه في الابلكيشن ليرز، في الاي اي، في المشين ليرنينج، فيرتشوال رياليتي، مركزين على الحته دي. ما لقيت حتى الان في ناس شغالين في ابحاث تحت الاوبن نتورك او البروجرامبل نتورك. طيب في سؤال هنا بيقول لك كيف يكون موقع شركات مزود الخدمه في الدول الناميه من خلال الطريقه الجديده؟ غير والله في 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 ريسك كبير جدا، خطر كبير على السيرفيس بروفايدر، وانا اتوقع انه بعض الدول بعد شويه حتعمل قوانين في في مسائل عشان السيرفيس بروفايدر ما يخسر، خصوصا في البرايفت 5G نتوركس. البرايفت 5G نتورك جايه بتشتغل على سبيكترم اللي هو 3.2 لحد 3.5، وده سبكترم كان استخدموه الشرطة والجيش وسمحوا به الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا إنه يستخدم استخدام تجاري، بقى شير اللي هو سموه CBRS Citizen Broadband Radio Access مسموح به في الولايات المتحدة. حتى الآن في دول الخليج ما سمحوا باستخدام CBRS اللي هو اللي بيشتغل عليه البرايفت 5G Network. لسه المسألة في دور تطور التداول والمشورة، لأنه حسب كلام مهندس في تي ار اي هنا بيتخذوا دول الخليج الظاهر عندهم مجلس او عندهم شيء بيتخذوا، يعني بيفتحوا الحاجه بيفتحوها كلهم وشغالين على القوانين دي، لكن متوقعين انه في السنه السنتين الجايه يفتحوا السي بي ار اس ويشوفوا الناس سوليوشن بتاع برايفت 5G نتورك. طيب ممتاز جدا. ممكن تشرح الجزئيه الاخيره يا دكتور احمد، لانه انا شايف في زمنك طبعا في زمنك. أيوة. الجزئية أيوة الأخيرة ممكن تشرحها بتاعت شنو؟ آخر حاجة اللي هي CBRS دي. CBRS تقريبا. طيب طيب خلينا أنا أعمل شير بس سريع كده وأوريكم السوليوشن الجديد ده اللي هو بتاع الإيثر ده. شايفين الشاشة بتاعتي؟ لا لسه ما شيرت. ممكن توقف الشير الأول، قلت أشير لك حاجة قبل كده كده. اي تمام. ايوه لو عملت فول سكرين. اي عملت لنا البرزنتيشن، انا داير امشي فيه سريع سريع بس هاعرض جزئيه واحده فيه واللي هو ده السوليوشن بتاع الايثر. طيب هذه ليش الايثر ده الان الديبلويمنت بتاعه في 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 الدول موجود في امريكا وفي بعض الدول، اخذته ك لاب فور مور ريسيرش يعني. دي الفكره بتاعت بتاعت الايثر. الفكره بتاعت الايثر الانتربرايز نتورك عشان تطبق ريال اي او تي ابلكيشن في الريال تايمز، نزل جمعوا بين تو ثينجز، جمعوا بين الراديو اكسس نتورك وبين الايدج كلاود. الفاصل ده دي الانتربرايز نتوركس بيخطوا فيها حاجه اسمها الايدج ايثر، هو بيكون عباره عن راك، الراك ده فوقه يعني سيرفر او سيرفرين، وكل الاوبن راديو نتورك والاس دي رانز والبلاتفورم بتاعت بتاعت الكلاود هي قابله لانها يحصل لها انستوليشن داخل الايدج. وعملوا اتفاقات مع ازور ومع جوجل ومع اي دبليو اس ومع علي بابا للسوليوشن ده، وحتى عندنا تجارب في الاو ان اف. الراديو اكسس نتورك دي بتدار من السمول راك ده، بتعمل ديبلوي ل سي بي ار اس انتنا. سي بي ار اس انتنا دي انتنا بتشتغل على سبكترم بتاع 3.2 ل 3.5، ده شويه اعلى يعني بيدي ترددات عاليه. بيخلي شنو؟ بيخلي الابلكيشن الموجوده في الانتربرايز كل البروسيس بتكون معالجتها داخل الانتربرايز كمان، ما في شيء بيمشي للكلاود، كله الكلاود جات عندك بالايدج كلاود.
فجمعوا بين الايدج كلاود وبين البرايفت 5 جي. الشيء الثاني برضو اللي عملوه انه قالوا يا اخي التقنيه بتاعت الواي فاي دي مع الاي او تي ما بتنفع، لازم يكون في تقنيه الراديو اكسس نتورك اللي هو بالسيم كارد. ففي المستقبل بيكون الديفايسز دي كلها عندها سيم كارد داخل الانتربرايز مداره بالسي بي ار اس لايسنس باند، وعملوا انتجريشن مع اللي هو التليكومونيكيشنز انتنا. فممكن يكون انت عندك تو كوميونيكيشن، كوميونيكيشن بتاع البابليك وكوميونيكيشن بتاع البرايفت حقك انت، وعملوا بينهم كونكشن حتى تقدر تعمل مكالمات داخليه داخل الشبكه بتاعتك. التردد ده بيكون في المساحه الجغرافيه بتاعتك بس، يعني مثلا نفرض مثلا شركه قطر للبترول عايزه تعمل برايفت 5G، فبيكون عندها 5 أو 6 حقول بتعمل ديبلويمنت لانتنا بتغطي الحقول دي، وبيجيبوا السوليوشن ده بيكون داخل الانتربرايز نتورك. فكل الريسبون تايم بيكون من هنا ما بيطلع الكلاود. الموجود في السنترال كلاود هو مانجمنت لير للسايد الثاني. انا مثلا بكون عندي سايد مثلا في الدوحه، سايد مثلا موجود في مدينه ثانيه، بعمل لهم مانجمنت بالايثر ده. فالسوليوشن ده صراحه هو اول سوليوشن اوبن سورس، وكثير تعمل استحوذت عليه والان شركه انتل، لكن ستيل خلته اوبن سورس. فحيتبني سوليوشن كثير جدا جدا، لانه هو بيساعد في عمليه التسريع في الديبلويمنت للاي او تي والديجيتال ترانسفورميشن ابلكيشن. ده مثال من او ان اف على الراك، يعني الراك بيكون شكله كده فوق الكوتس ديفايس والاوبن فلو سويتشز، ويكون عندك في بي انز متصل مع شركه الاتصالات، وده الاو سي بي اللي هو اوبن كومبيوت اللي هو بروجكت ذا سيرفر، معمول من ناس او سي بي، وعندك جي بي يو كي للتسريع. دي شكل الانتنه. تعرف يا دكتور انور الانتنه دي انتنه داخليه داخل السي بي ار اس بتغطي مساحه بتاعت كيلو، بتشتغل بسيم كارد خاص فيها يعني. دي الانتنه الثانيه دي عامله كونكت مع اي تي ان تي، فبكون عندك تو انتنه، واحده من شركه الاتصالات واحده برايفت خاصه بك انت. البرايفت خاصه بك دي بتشتغل على السي بي ار اس، وده بس انا بشتغل على اي باند خاص بشركه الاتصالات. فشكل الكوميونيكيشن بيكون كده. البلاتفورم دي بتقسم الاوبريشنز لاثنين، اللي هو الاوبريشن تكنولوجي دي بيتم معالجتها في الكلاود عادي، سوري انفورميشن تكنولوجي بروسيس بتكون في الكلاود اللي هو متعلق بالابلكيشن الاي ار بي ابلكيشن والابلكيشن. الكريتيكال ميشن ابلكيشن المتعلقه بالاسكاد اللي هو المونيتورنج في الريال تايم وكده، ده البروسيس بتاعه بيكون في الايدج نفسه ما بيطلع بره الكلاود. فده مور سكيور، بيوفر الريسبوند تايم اللي انا اتكلمت عنه اللي هو الملي سكندز في الكريتيكال ابلكيشنز. فصراحه هو سوليوشن قوي جدا جدا، والبلاتفورم دي هتتبني عليها يعني سوليوشن كثيره جدا جدا في المستقبل القريب يعني. ده يعني النيو او اس اي اي نعم، ده هو البلاتفورم دي جمعوا فيها مجموعه من البروجكت، من ضمنها الاس دي ران والاس دي كور، اللي هو استخدام التليكومونيكيشن في الانتربرايز كمباني. يعني دي جديده، دي ما كانت في كله ما في انتربرايز بتقدر تعمل لها. كان زمان تور وتعمل سيم كارد وتعمل الكونكت بتاع الوايرلس راديو اكسس نت، وكان بيستخدموا الواي فاي. فمن ضمن البحوث بتاعتنا قالوا يا اخي والله الواي فاي ده ما بينفع في الاي او تي الريال تايم اي او تي، لانه عنده مشاكل بتتعلق بالكفرج، عنده مشاكل بتتعلق بالسكيورتي. فالواي فاي، تقنيه الواي فاي واقسامه كلها الواي ماكس وغيره، الامبلمنتيشن بتاعها في الاي او تي فيه اشكاليه. استبدلوه بالراديو اكسس نتورك باستخدام السيم كارد اللي هي الاي سيم الصغيره دي، بتكون موديولز موجوده على الثينكس وكونكت مع الايدج برايفت نتورك حقتك. ممتاز 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 اخوانا. لو في اي زول حاسين والله يا اخي ما فاهم حاجه، فانت ما برك ما تشيل هم، اهم حاجه انه الناس تمشي للمحاضره وترجع تستوعبها وتحضمها. في كميه بتاعت لينكات موجوده لبيبرز ولفيديوز ان شاء الله حنشيرها معاكم. ونشكر جزيلا حبيبنا دكتور احمد، هو يعني ورانا من قبل المحاضره انه يعني الزمن المتاح عنده زي ساعه، عصرناه تقريبا 27 دقيقة إضافية. نشكر الحضور من رابطة محترفي تقنية المعلومات والاتصالات السودانيين بقطر سيباك، نشكر الحضور من مؤسسة الباحثين السودانيين، نشكر الحضور من خارج الأمبريلاس دي
نشكر جدا الحبيب دكتور احمد عبد العزيز هارون سفير الاو تي اي والخبير بتاع الشبكات المعرفه بالبرمجيات، وان شاء الله يكون عندنا يعني محاضرات اضافيه حول الموضوع. هو قبل كده قدم لنا سيشن عن الاس دي ان، ودي السيشن الثانيه عن التحول الرقمي والتحول الشبكي، وشرح فيها مفهوم السياده الرقميه ديجيتال سوفرينتي. فالناس اللي بيسالوا اخواننا دائما انه دار لنا عنوان بتاع موضوع ولا شنو الحاصل الجديد في التكنولوجي، فاسي دي كانت يعني زي ما يقولوا نظره في المستقبل من زول يعني بايونير في المجال. نشكره جزيلا دكتور احمد، يا اخي كتر خيرك كثير، الله يكرمك، استمتعنا وتعلمنا منك، وان شاء الله نشوفك في لقاءات قادمه. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير يا اخي. الله يسلمكم. الصفحه يا اخوانا بتاعت الرابطه موجوده في الشات، يا ريت الناس تعمل لها اعجاب لايك، لانه بهمنا المحاضرات دي حتكون مستمره ان شاء الله طوالي، وعندنا ناس ان شاء الله نشاط قريب حيكون عن الكارير باث لمهندسي الاتصالات، غالبا حيكون يوم الاحد ان شاء الله. شكرا جزيلا للجميع، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله.